هذا هو الهدف الرئيسي ديال هذا التظاهر اللي درنا وهذا لا كونفرنس اللي درنا. هو الهدف الرئيسي هو نعرفوا بالاقليم ديال مدينه افران وانا اقليم افران ونعرفوا كذلك يعني بلي برودوي تويستيك وبال يعني لي زافونتاج اللي يقدر ان توريست سائح يجي ويلقاهم في مدينه افران، حيت بزاف ديال الامور ما كان كيجي سائح كيضرب دوره كيشوف يشرب قهوه كيقول لك ما كاين ما يدار. لا، كاين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي يمكننا نديروهم في افران، غير هاد لي زاكتيفيتي اللي مختصين بافران ما عندهم حتى علاقه ملي كنشوفوهم في مدن كبرى ولا مدن ساحليه. ولا افران عندها طابع ايكولوجي سياحي بامتياز، يعني السائح اللي غادي يجي خصو يكون ديما يعول بانه غادي يكون توجور اون كونتاكت مع لا ناتور، توجور مع الطبيعه، مع لا فون، مع لا فلور، غادي يشوف الويديان، غادي يدير لي زاكتيفيتي اللي ما يقدرش يديرهم في مدينه واحده اخرى اللي كبيره اللي فيها لومبوتياج اللي فيها لي ثغوج. يعني غير جوله في لو بارك ناسيونال ولا كاين عندنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كنا نديروهم، غوندوني بيدستر، غوندوني كاس، غوندوني فيلو. دونك بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي عندهم واحد لا غولاسيون مع لو بيانيتر. دونك لو بيان اتر كيما كتشوفوا لي زاتليت كاملين ديال العالم كاينين كيجيو لافران، يعني سيت اون ديستيناسيون اللي معروفه بارابور لي زاتليت كلهم في ابارتيغ من الموا ديال مارس. افران كلها عامره بلي زاتليت، علاش كيجيو؟ علاش؟ حيت الحال زوين، كاين لي زوتيل، كاين لانفراستركتور، كاين البلاصه فين كيترينيو، ولا بليبار ديال لي شامبيون دو موند راهم ولاد زعما خارجين من افران وكيترينيو في افران. كاين بزاف ديال الحوايج اخرين، توسكي كولتورال، توسكي يعني سبور دو ناتور، ار كولينير، لاغري توريزم. كاين بزاف ديال الامور لي كوبيراتيف، كاين بزاف ديال لي كوبيراتيف كيما قال لكم رئيس جمعيه ديال المرشدين، راه عندنا بلوسكو 300 بلونت ميديسينال اللي كاينه في افران. غير هذه غير توريستيك، عندنا بليزيور اكتيفيتي في مدينه افران اللي الناس ما كرهناش، المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب والناس كاملين يجيو ويجربوها وديك الساعه غادي يحكموا. يعني سي با دو بون فوا، دو بون فوا هما كيجيو كيعطيو القراده يعني الماكله، سي دو بون فوا حنا ما كنقولو لهمش، ولكن غير هاد لانفورماسيون بغيت ندوزها. وشكرا بزاف على هاد يعني هاد لا كيسيون، باسكو القد حيت كنعطيوه شيبس ولا كنعطيوه مونادا ولا كنعطيوه شي حاجه ما كياكلهاش مولفش عليها اللي ما خلقوش عليها الله، سا كخي دي مالادي عند القراده. دونك دو بريفيرونس والله يرحم الوالدين وعافاكم، حيت تجيو لمدينه افران اياه القراده كاينين ما تعطيوهمش ياكلوا، خليهم هما كتعلموهم العجز. دونك الصباح كيفيق القرد كيخرج ياكل الطريق وياكل وصافي، ساكري القرده كيتعلموا يمشيو لي بوبال، كيدخلوا لوسط المدينه كيهاجموا، فهمتيني؟ كيدخلوا لوسط المدينه كيحلوا لي بوبال، كيديروا زعما الزبل لي ديشي في وسط المدينه. دونك سكي في ساكري اونكور بوكو دو ترافاي للناس المسؤولين. نون بارلون با على لي مالادي اللي كتجي القراده، نون بارلون با على بزاف ديال الامور. بالنسبه لسميتو التساؤل ديال الناس على المياه، نقص المياه في مدينه افران، عطاك الا ممكن تجاوب. كتعرفيها مدام افران راه هو اللي كيفرق الماء على بزاف على لا ريجيون. الله يرحمنا، كاين هاد لا سيزون هاد العام نقص كبير ديال المياه. نتمنوا عام الجاي ان شاء الله ونتفائلوا خير عند الله، يسهل ربي ويعطينا شي اون بون سيزون اللي كلشي يكون فرحان، يعني ولي يعني المدينه تعاود ترجع ليامتها القديمه. شكرا.